إنها الصور التي التقطها فريق يورونيوس في مشرحة مدينة دونيتسك الأوكرانية الموالية لروسيا. هذه الجثث نقلت إلى هنا عقب الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني الاثنين على مطار دونيتسك. المدينة التي تعد أحد معاقل المتمردين في أوكرانيا لم يسبق وأن شهدت عنفا بهذا الحجم، ما يدل على وضوح رسالة كييف إلى المتمردين والتي جاءت كتحذير. مراسل يورونيوس الذي تنقل إلى دونيتسك يؤكد أن معركة مطار المدينة جعلت دونيتسك تحصي قتلها، وهم جميعا ينتمون إلى المتمردين وأعلنوا انفصالهم عن أوكرانيا، ولكن من الصعب معرفة العدد الحقيقي للقتلى. السلطة المركزية في كييف والمتمردون دخلوا في صراع الأرقام، وكل طرف يعطي إحصاءاته الخاصة، يضيف مراسل يورونيوس. وفي ظل تصاعد أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، دعت روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العقابية التي يشنها الجيش الأوكراني في شرق البلاد. العنف طال بعض المؤسسات في دونيتسك. عمدة المدينة أشار إلى أن الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني لاستعادة السيطرة على دونيتسك أدى إلى مقتل 40 شخصا، ومعظمهم من الموالين لموسكو. المطار يخضع حاليا لسيطرة الجيش، والتوتر يمزق دونيتسك، ورائحة الحرب والموت تملأ الشوارع. أما القصر المتعدد الرياضات والذي عادة ما يحتضن مباريات الهوكي فقد تعرض لعملية حرق، وصاحب المبنى وجه اتهاما إلى الانفصاليين بارتكاب أعمال تخريبية.